السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة هو خاص بسياسة التفاعلات الزائفة. الكلام اللي احنا هنعرضه بالشرح العملي إن شاء الله، كل الوضع اليوتيوب بشأن التفاعلات الزائفة. ايه هي التفاعلات الزائفة؟ ايه هي سياسة اليوتيوب بشأن التعامل مع هذه التفاعلات الزائفة؟ ده موضوع فيديو النهاردة اللي هنشوفه في الشرح العملي. قبل ما ندخل على الشرح العملي، انا عايز انبه حضراتكم حاجة. خلي بالكم موضوع التعليقات المحظورة، خلي بالكم من موضوع تبادل الاشتراكات. انا هسألك سؤال وهسأل حضرتك سؤال، هو ما كانش اليوتيوب نفسه قادر يعمل جروبات تبادل اشتراكات على منصة اليوتيوب وشاشة اليوتيوب؟ لا، كان ممكن يعمل طبعا اكيد. طب ليه الجروبات دي ما بتتعملش الا على شاشة اخرى غير شركة اليوتيوب؟ لانه معروف ان هي خطأ. طب ايه الحكمة من شراء الاشتراكات ومن شراء ساعات المشاهدة؟ هتعمل ايه في قناتك بعد كده؟ اليوتيوب بيحذف لك جميع الاشتراكات والاشتراكات الوهمية، وبيتتبع مصدر المشاهدات على قناتك على فيديوهاتك. يعني خوارزميات اليوتيوب بتتتبع المشاهدات من مصدر، سواء كانت من التصفح، سواء كانت من بحث يوتيوب، سواء كانت من مصادر خارجية، وبيسرد لك المصادر الخارجية دي مصدر. اليوتيوب لا تخفى عليه خافية، خوارزميات اليوتيوب تعلم كل شيء عن فيديوهاتك وعن المشاهدات وعن الاشتراكات. انت حضرتك لازم تعرف ان الفيديوهات اللي بيقدمها البعض وبيخدع بيها الناس على مواقع معينة، وبيدخل بعد كده الناس على المواقع دي عشان يقول له ان انا هجيب لك 1000 اشتراك كل ساعة و1000 اشتراك كل يوم والكلام ده كله، وبعد كده تخدع وتبص تلاقي نفسك ان انت بيتخصم منك يوميا من على الموبايل 3 جنيه، سواء كنت موبينيل او اتصالات او فودافون او اي شبكة، والكلام ده بيطبق برضو على الاخوة في جميع الدول العربية. بلاش خداع الناس، بلاش تخدعوا الناس بالحاجات اللي زي كده. والناس اللي بتدخل على جروبات الواتس لبعض الناس، تعالوا انا افعل لكم القناة وانا ادفع 2000 جنيه والكلام ده، الكلام ده مش هيفيد قناتك بحاجة، مش هيفيد قناتك على المحتوى اللي انت بتقدمه. صحيح انت لسه بادي قناة جديد، اصبر، انت اليوتيوب لما حط الشروط قال افعل الشروط بعد تحقيق الشروط دي افعل لك الربح بعد سنة. كان قادر ممكن يقول ان انت مجرد ما تفتح قناتك انت تحصل على 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة. دلوقتي اليوتيوب قادر ان هو يعمل جروبات زي جروبات الواتس وجروبات الفيسبوك، ويخلي معظم من شيئي او معظم الزوار والمشاهدين اللي هم هيفتحوا قنوات بقى يبقى هم من شيء محتوى. ايه اللي هيستفيده اليوتيوب لو هو عمل حاجة زي كده؟ اكيد هو بينتقي من شيء المحتوى، بيميز حضرتك وحضرتك عني وعن غيري وعن غيري وعن غيري وعن غيري. اكيد كل مجتهد بيبقى له نصيب في التمييز، اكيد كل محتوى بيتقدم بيبقى له تمييز عن المحتوى الاخر. محتوى حضرتك افضل من محتوى غيرك، او محتوى حضرتك انت افضل من المحتوى اللي انا بقدمه. انت بتجود، انا لسه ما قدرتش اجود. هو ده اليوتيوب. اليوتيوب قادر ان كل المشاهدين اللي موجودين على شاشة اليوتيوب لو هم عندهم قنوات قادر ان هو ينزل لهم الاشتراكات بعضهم البعض على طول. ايه اللي هيستفيده هو اصلا معاه تعاقد مع ادسنس اللي هو مختص بسياسة المعلنين عشان الاعلانات وعشان الارباح؟ عشان كده لما اتمنع الكلام ده واتمنعت الجروبات عشان هي باشتراكات وهمية، ولو هما ما مشوش من عند حضرتك ولا حضرتك اصلا اليوتيوب بعد كده هيحذفهم، لان مش هيبقى فيه تفاعل. اكيد عند حضرتك وحضرتك اتحذف اشتراكات، وانا اتحذف عندي اشتراكات، القنوات الكبيرة نفسها بتحذف عندها اشتراكات. اليوتيوب يا جماعة سهل وبسيط، ركز على قناتك وركز على الفيديو اللي انت بتقدمه، وبكرة عندك هيبقى افضل من النهاردة ان شاء الله، وتقدروا تحققوا شروط الربح من اليوتيوب بمجهودكم وتفعلوا الدخل بامر الله بامر الله. فضلوا على الشرح العملي على سياسة التفاعلات الزائفة من اليوتيوب نفسه. فضلوا، يلا بينا نشوف ايه هي سياسة التفاعلات الزائفة من كلام اليوتيوب نفسه.
بيقول ايه اليوتيوب على سياسة التفاعلات الزائفة؟ نحن نضع سلامة منشئ المحتوى والمشاهدين والشركاء على رأس أولوياتنا، ونعتمد على جميع منشئ المحتوى اللي حضرتك وحضرتك منهم لمساعدتنا في حماية هذا المنتدى الفريد والحيوي. ومن المهم فهم إرشادات المنتدى والدور الذي تؤديه هذه الإرشادات في مسؤولياتنا المشتركة لإبقاء يوتيوب منصة آمنة لجميع مستخدميه. بعد هنا تعالى بقى نشوف هو قال إيه على التفاعلات الزائفة. لا يسمح على يوتيوب بأي نشاط يهدف إلى زيادة عدد المشاهدات أو المعجبين أو التعليقات أو مقاييس الفيديو الأخرى بشكل زائف، سواء كان ذلك باستخدام أنظمة آلية أو من خلال عرض فيديوهات أمام المشاهدين بدون رغبتهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح بنشر المحتوى الذي يهدف فقط إلى حث المشاهدين على التفاعل معه بغرض إيه؟ بغرض زيادة عدد المشاهدات أو المعجبين أو التعليقات. يبقى ده تحذير من اليوتيوب بأنه لا يسمح بأي نشاط بيهدف إلى زيادة عدد المشاهدات والمعجبين أو التعليقات على الفيديوهات بشكل زائف، سواء كان ذلك من أنظمة آلية اللي هي التطبيقات والمواقع أو من خلال عرض فيديوهات أمام مشاهدينا بدون رغبتهم. بالإضافة إنه هو لا يسمح بنشر المحتوى اللي بيهدف فقط إلى حث المشاهدين على التفاعل معه بغرض زيادة عدد المشاهدات أو المعجبين أو التعليقات. النقطة دي فيها تفسير صغير كده، إن في كتير جدا بيجيب مواقع للناس للأسف، والمواقع دي 1000 مشترك في الساعة، 10,000 مشترك في يوم، والكلام ده كله، وتيجي تدخل على الموقع وتسجل دخول على الموقع ويقول لك اختار عدد المشتركين اللي انت عايزهم، 500 ولا 1000 ولا 2000 ولا 5000 ولا 10000 اللي موجودين على الموقع حاليا، 500 او 600. فانت بتختار ال 500، بيقول لك تم نزول المشتركين على قناتك يعني، بعد ما بتحط رابط القناة. وبعد كده بيقول لك انتظر لحظة. بعد انتظر لحظة دي بيديك 4 خيارات، منهم يا اما رقم موبايلك، او ان انت تشاهد حاجة معينة، او ان انت تشترك حاجة معينة. ولو نفذت الخطوات للاخر، للأسف بتبص تلاقيها خدمة بيتم خصم 3 جنيه منك يوميا من رصيد الموبايل بتاع حضرتك، سواء كنت فودافون او اتصالات او موبينيل. طب نكمل الكلام اللي قاله اليوتيوب. ملاحظة: ستتم إزالة المحتوى من يوتيوب وإغلاق القنوات التي لا تتبع هذه السياسة. يبقى الكلمتين اللي احنا قلناهم في الأول دول، اليوتيوب بيحذر وبيقول لك هيتم إزالة المحتوى اللي هي الفيديوهات يعني من يوتيوب وإغلاق القنوات التي لا تتبع هذه السياسة. ملاحظة: إذا أوكلت شخصا آخر مهمة الترويج لقناتك، يمكن أن تؤثر قراراته على قناتك، وقد نزيل يعني اليوتيوب وقد نزيل المحتوى أو نغلق القناة إذا لاحظنا أي عمل يخالف سياساتنا، سواء نفذته بنفسك أنت كمنشئ محتوى أو نفذه الشخص الذي وظفته ووكلته. الكلام ده مهم جدا يا جماعة، خلي بالكم منه. بيقول اليوتيوب بعد كده: نعتبر التفاعل مشروعا عندما يكون صادرا عن مستخدم فعلي بنية التعبير عن رأيه بالمحتوى بالفيديوهات اللي بتقدموها حضراتكم بدون إكراه أو خداع أو بدون التفاعل لتحقيق الربح المادي. طيب إيه معنى السياسة دي بالنسبة ليك؟ اليوتيوب بيقول لك معنى هذه السياسة بالنسبة إليك: إذا كنت تنشر المحتوى، لا تنشر المحتوى على يوتيوب إذا كان يندرج ضمن أي من الفئات التالية. يعني يوتيوب بيقول لك معنى السياسة دي بالنسبة لك إذا كنت تنشر محتوى، يبقى ما تنشرش المحتوى على اليوتيوب إذا كان من ضمن الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي. محتوى يوجه المستخدمين إلى خدمات تابعة لأطراف ثالثة أو يروج لها إذا كانت هذه الخدمات تساعد في زيادة عدد المشاهدات او المعجبين او المشتركين بشكل زائف.
يبقى دي نمرة واحد. نمرة اتنين، محتوى ينقل إلى مواقع إلكترونية أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة مخصصة للتلاعب بعدد المشاهدات أو المشتركين أو يروج لهذا النوع من الخدمات. وهنا خلي بالكو احذروا، وفي الفيديو من ضمن أسباب رفض القنوات، الفيديو موجود وحسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن، من ضمنها ان انت ما تضمنش وصف الفيديو بتاعك او ما تنقلش المشاهد لمواقع تخالف سياسات اليوتيوب. تمام. محتوى يعرض على المستخدم الاشتراك في قناة منشئ محتوى اخر مقابل اشتراكه في قناتك، اللي هو كارثة تبادل الاشتراكات. يبقى ده من ضمن الرفض التام لليوتيوب، وان اليوتيوب بيحذرك بيقولك ما تنشرش محتوى يتضمن تبادل الاشتراكات والتعليقات اللي هي من شأنها هتضر القناة. ملاحظة، يمكنك تشجيع المشاهدين على اشتراك في القناة او ابداء الاعجاب بالمحتوى او مشاركته او نشر التعليقات. دي الرخصة الوحيدة اللي بيديها لك اليوتيوب، ان انت وانت بتقدم الفيديو بتاعك بتحث المشاهدين والزوار ان هم يشتركوا في قناتك ويبدوا الرأي بالاعجاب او بالديسلايك او ويشاركوا الفيديو لاصدقائهم او يكتبوا تعليقاتهم ويشتركوا في قناتك. ايه كمان بيحذرك منه اليوتيوب؟ محتوى يعرض منشئ محتوى يشتري المشاهدات من طرف ثالث بهدف الترويج. محتوى ترويجي هو هنا الهدف منه، ان انت بتروج لمحتوى او منشئ محتوى يشتري المشاهدات من طرف ثالث. تمام. ادالك امثلة توضيحية هنا، قالك فيما يلي بعض الامثلة عن المحتوى غير المسموح به. قالك فيديو يظهر منشئ المحتوى أثناء إجراء عملية شراء ناجحة لزيارات زائفة من طرف ثالث. خلي بالكم من الكلام ده يا جماعة، الكلام ده مهم جدا. إيه كمان؟ فيديو يوجه المستخدمين إلى خدمة تابعة لطرف ثالث. تمام. فيديو يحاول إجبار المستخدمين على مشاهدة فيديو آخر أو خداعهم لمشاهدته عبر وسائل احتيالية. تمام. قنوات مخصصة لتوفير تفاعلات زائفة أو للترويج لأنشطة تجارية تم إنشاؤها لهذا الغرض. طيب، اللي ممكن يحصل لقناتك لو أنت خالفت هذه السياسة؟ هي دي سياسة التفاعلات الزائفة اللي وضعها اليوتيوب. قال لك إذا خالف المحتوى الخاص بك هذه السياسة سنزيله ونرسل إليك رسالة إلكترونية لإبلاغك بذلك. حيشيله فورا. وإذا كانت هذه المرة الأولى التي تخالف فيها إرشادات المنتدى ستتلقى إنذارا بدون فرض عقوبة على قناتك. أما إذا لم تكن المرة الأولى فسنصدر إنذارا بحق قناتك. وتلت إنذارات بيتم إغلاق القناة نهائيا. أرجو أن أنا أكون وضحت نقطة مهمة جدا. الموضوع كله بيتعلق بموضوع تبادل الاشتراكات، التعليقات التي من شأنها الإضرار بقناتك أنت وأنت بتكتب التعليق في أي قناة أخرى، وبيضر صاحب القناة أيضا اللي أنت بتكتب. طب أنت تتصرف إزاي؟ مفروض أن أنت التعليقات دي أن أنت تزيلها تماما من على الفيديو، أو أن أنت ممكن تدخل على إعدادات قناتك وتدخل على المنتدى وتختار الكلمات المحظورة وتضمن الكلمات المحظورة دي، لا تبادل اشتراكات، اشترك عندي، اشترك عندك. الكلام ده كله هو بطبيعة الحال لو جات لك مثل هذه التعليقات اليوتيوب بيحذفها على طول. ارجو ان انتوا تحافظوا على قنواتكم، تحافظوا على فيديوهاتكم والتعب اللي انتوا بتتعبوه. انا في كلام كتير بس انا مش عايز اطول على حضراتكم. تحياتي لحضراتكم جميعا. ما تنسوش اعجابكم بالفيديو وتعليقاتكم دعم لينا واشتراككم بالقناة. تحياتي، سلام عليكم ورحمة